قلت ايه يا حرازي؟ سبق يا فرماوي وطلبت بيت الولد، وقلنا البيت رفضت. دلوقتي انا اللي بقول لك اني مش موافق على خطبه تانيه فوق خطبتي. بس انا موافق يا ابوي لجوازه كرمان اختي على واد عمها، ولا انك تكسر روسنا في جوازتها العيله من الفلاحين. جاي تجعر وتجعجع في وش ابوك وتحكم يا عبد الحاج؟ بتبيع ابوك في عز الحوجه ليك؟ حرازي ما تخليهاش تبقى سد دواير وتشبكنا مع الشواكيش يا حرازي. بعد بيتك عن جوازه مش قسمتها. يا ناس يا خلق، ولا هو انتوا ناس فوق الناس وخلق فوق الخلق؟ انا لا ساعي الفتنه ولا شر، تحكموني على سطر بيتي؟ بتتعكس على الفلاحين وبتباهى بنسبهم؟ الشواكيش اقل من انهم ياخدوا من العمامره. يعني تقبلوا بناتهم يكونوا حريم لينا، والشواكيش يبقوا اخوان لعيالنا؟ تقولوا امين. لكن لما بنتنا تتجري فتحتها على ولادهم تبقى الجوازه باطله. توب عار وتمدع العتبه. عيالنا يتجوزوا بناتهم ونسيبهم، لكن احنا ما ندهمش، ما نخلطش انسابنا بالغرب. قطر جدودنا لجزيره العرب وسيفهم ساق الحرب. هنتعالى بالقديم واحنا عرايا؟ عملنا ايه احنا لروحنا؟ يا فرمان، النفس في الدنيا لو كبرت ما يسعهاش الا ضيقة القبر. على قولك. تعال تعال يا حبيبي. ما شاء الله يا ما شاء الله، عاد ولدي كبر، كتفه عرضت وظهر شاشه وصوته خشن. بقيت راجل على ابوك يا ولد؟ ويوم ما بقيت راجل استرجلت على ابوك؟ يوم ما انا برد عقل ابوي ليه؟ كانك الشعر بيجري في البلد يرمي التراب على راسه. اللي هتعمليه ما منهوش فايده، لان انت خبره زين ان ابويا غلطان. ده ابوك ربنا قال لك طيعه حتى لو كفر، صاحبه في الدنيا. لكن لا عبد الحي هلقى ابوه، لا لازم أن تكسر مناخيره قدام البلد، ولا يكون شيخالك فح الشر في ودانك عشان تفرم ابوك. انا كبير ياما، مفيش مخلوق يقدر يميل راسي حتى لو كان خالي العمده. انا صوتي من دماغي، طول ما انا عايش هحافظ على عاداتنا وتكاليفنا حتى لو هموت فيها.